انا جزار مدة تقريبا 20 عام هادي، ولكن هذا الشيء اللي شفت هذا العام اخويا راه بزاف علينا. بالنسبه للحم دابا راه كنبيع ب 80 درهم وما خرج لينا حساب. وبالنسبه لهذا القرار اللي كيقولوا دابا هاد الناس بحال سميتو الذبيحه اللي كيقول لك يمنعوها ولا شي حاجه، راه الحم تقريبا غايوصل 100 درهم بهذا الحساب. دابا الكري شحال واصل؟ البكري دابا راه 80 درهم وما خرج حسابه. علاش؟ لان راه سميتو راه البهايم قلال وكيحيدوا لك دابا العجله اللي كندبحوا حنا صغيره. اللي كندبحوا صغيره دابا كيحيدوها لك صافي راه الا حيدوا لك العجله راه العجل كيبقى راه كيتساوي الثمن في السوق. كيطلع الثمن هذا هو. الناس كيتشكاو حنا راه داكشي اللي كونتيتي اللي كنبيعو راه اللي كنبيعو راه النص اللي نقص دابا تقريبا راه النص. دابا الكزه اللي كيفك دابا واحد الكونتيتي في السيمانه راه مات اللي كيفكها دابا راه النص اللي عنده. اللحم اللي عندي راه قليل وحتى راه المواطنين حتى هما راه كتقول لي 80 درهم ولا مزيد 90 درهم ولا 85 90 حتى هي راه قاصحه عليه بزاف. دابا بنادم راه كتقول لي واحد الثمن كيقول لك دابا مول الكيلو راه بيدي لك نص كيلو، مول نص كيلو راه بيدي الربعة. دابا سميتو بالنسبه للبقر الحلوب كيقول لك سميتو التنين لتحت ما تذبح، وسميتو الفوق راه هي راه باينه راه بقره هذيك، ما هذيك راه حتى الا عطيتها لبنادم راه مات اللي غتشوفو مره اخرى. بالنسبه للعجله صغيره وداك الشيء الا منعوها راه اللحم بيض زاد، هذا الشيء اللي كاين. اللحم راه بيوصل تقريبا 100 درهم تقريبا 100 درهم 90 درهم 95 درهم، المهم فاش كيهضروا هادشي اللي كاين. باش ديال دابا ديال هاد العجله ديال سني الحليب زاد فيه كان يطيح ب 70 درهم 72 درهم حتى ل 75 درهم. دابا اليوم صبحنا اليوم شريناه ب 80 درهم باش شريناه، والبيع والشراء ما كاين دابا والناس عيانين. اللي قلت لي 80 درهم اللحم ما بقاش كينباع، والوقت الناس راه عرفتي كل شيء والصاير دابا العجل كنمشوا عليه 60 فرنك ديال الصاير. الخروف حتى هو 500 ريال ديال الصير 600 باش كيوصل مع النهار. المهم الا قاعد عندك يومين ولا ثلاث ايام راه كيصدق في 100 درهم 80 درهم. الماكله الهزان حتى الخدامه الله يلاه الله دابا يديروا معنا يديروا ودي لنا شي حل يشوفوا من حالنا. الجلد ما كيسوى والو، تابعنا المصاريف تابعنا الضو الخدامه الحانوت فيها ثلاثه الخدامه شحال ياكلوا لك شحال يسير عليهم وكيخصك الحساب. العجل كيدير لك 200 فرنك 300 فرنك. دابا قلتي لي الذبيح في البصر ما تيهضروش يقول لك دابا الربع هي اللي فوق اللي قالوا لنا هي دابا البقره الربع هي السداسيه. هذا الشيء اللي كاين مسني الحليب اللي كندبحوا هنا دابا انا كندبحوا الجوده ما كنذبحوش داك الشيء اللي كبير ولا شي حاجه اللي عيانه ولا شي حاجه. كنشرو اكسترا اللي كنشرو نمره واحد اللي كنشرو اللي دابا حنا تقهرنا واش بيدير. دابا انا مشات تحبس الا تحبس النتوه كامله غادي يمشي ل 100 درهم 90 درهم باش غادي يمشي. اما الخروف دابا راه كنشرو ب 100 درهم عامر 100 درهم باش كنشرو وما كاينش. هذا الخروف خلاه العيد كبير ما كاين، وهذا العام السلعه ما كايناش كاع الخروف راه ما بقاش في بيت الدكا. الا ما عطيتي فيه الثمن نيت وهذا ما كاينش اللي يبيعوا لك، ولا اللي شريتي عنده يقول لك اودي انا مصير والماكله غاليه. الماكله شحال كدير؟ البلاطه في الصدر ب 90 درهم فيها 10 كيلو قيسها للبهايم غمض عينك ما تلقاهاش. تنهضر على عبيد نتكلم على هذه المعادله ديال العجله اللي تمنعات دابا. بالنسبه للعجله اللي تمنعات دابا في سنان الحليب الى الرباعيه، سنا الحليب هي اللي تياكلوا الناس في المحلات وهي اللي تطيب بسرعه. اما بالنسبه للرباعيه هذيك تعتبر بقره تعتبر بقره، والبقره راه صعيبه على المستهلك. قليل الناس اللي تياكلوا البقره، ماشي بواحد الشكل كثير. وبالنسبه للي راس اللي دوات عليها الوزاره ديال الفلاحه، هاد لي راس هادو اكثريه في هاد الاسواق الشعبيه نادره، ما تتبانش قليله بالكارت كريز ديالها وسميتو اللي قال لنا الوزير باش ندبحوها. هادي نادره ما كايناش. حنا عندنا دابا عندنا ناس كزاره اللي الناس الكسابه اللي مضرورين. الكسابه يعني واحد الفئه اللي هي مضروره، فئه يعني هشه. كاين الراجل اللي تيدخل 10 العجلات 6 8 4 تيبقي يعلف فيهم حتى تيسمانوا ويجيبهم للسوق. هادو ما محصيينش، هاد الفئه هادي ما محصياش وما معروفاش وما راعتش ليها الوزاره. خاص هاد الناس هما الاولين بعدا يحيدوا هاد السلعه ديالهم
يحيدوا هاد الابقار ديالهم اللي هما شحال وهما تيعلفوا فيهم وتيخسروا عليهم الفلوس. هاد العجله هاد النوع هذا هاد النوع اللي تنهضر عليه انا راه ما محصيش دي هاد الناس هاد النوع هذا هو هيكسب، ما عندوش علاقه بالحليب، ما عنده لا علاقه لا بالحليب ولا بتا شي حاجه. هذا السيد هاد الكساب هذا كساب فقط، هو تبيع شراي كما تنقولوا، بيع شراي تيسمن عشرات العجلات ولا ستة ولا أربعة ولا عشرين وتيدخلهم للسوق. باقي عندهم الناس هاد اش غيدير؟ يخليها تضعف تاني ويعاود ولا وكبر؟ ما فهمتش، ما عرفناش شنو هو الحل لهاد الناس. حنا تنهضروا على هاد الفئه، ما تنهضروش على السوجيتات الكبار اللي عندهم السلالات ديال الابقار النادره اللي هي تدخل من برا، بحال الشاروني وبحال البلجيكي وبحال غيرها وليموزين وكاين ماركات كثيره اللي هي معروفه اللي تدخل من اوروبا للمغرب اللي هي تتباع بالوراق ديالها. احنا تنهضروا على هاد الفئه اللي هي عندها ابقار يعني ديال البلاد كروازيه او كما تنقولوا ديك الهولنديه الروميه، الناس مسمنينها على حساب الذبيحه، ما مسمنيناش على حساب ما تربيوهاش على حساب الحليب. هاد الفئه علاش نتكلم انا؟ هاد الفئه راه متضرره بزاف، وخاص الوزاره تشوف من حالها وتعاود تعيد النظر في المساله، لان القضيه راه نعم عنده تداعيات. هاد القرار راه صعيب بزاف، اتخذته الوزاره بلا ما دير واحد الدراسه اللي هي هشه، دراسه وسط الدواوير وسط سميتو وسط الفيرمات العاديات والكوارل العاديين، ماشي داروا دراسه كبيره. الدراسه اللي داروا هما راه حنا راه متضررين منها، حنا راه الجزاره بعدا هما الاولين، لان هاد ملي غادي تمنع عليهم انت هاد العجله، ملي تمنع عليهم الوزاره العجله، اش يوقع؟ تيوقع ثاني تيتزاد العجل في الثمن، تيولي العجل ثاني مرفوع، وغادي يلحق راه غادي يلحق دابا الحمل 100 درهم، يولي الحق 100 درهم راه صعيب على المستهلك. وحتى دابا الجزاره دابا راه جالسين، راه ما تيبيعوش، راه المستهلك دابا تتقول ليه 180 درهم البقري، والله ما تيبقى يجي، يقدر يجي مره وما يجيش عشرات المرات، يجي يذوق ولادو، وهذه مشكله وعاويصه كبيره وهذا الشيء اللي كاين. المهنه هذه الله يكون في عونها وصافي، هذا الشيء اللي غادي نقولوا هذه المهنه.